طابت أوقاتكم دائما. في الحلقة الماضية توقفنا عند مرحلة مهمة في حياة الأستاذ عبد الجبار محسن، وهي فترة إدارته لدائرة التوجيه السياسي في وزارة الدفاع وعضويته في القيادة العامة للقوات المسلحة وفي المكتب العسكري. إذن نواصل هذه المرحلة أو الحديث. كنت تحضر اجتماعات القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارك عضوا مشاركا فيها. أطرح عليك سؤالا ربما لم يخطر ببالك في ذلك الوقت، هل كان القادة العسكريون في ذلك الوقت هم من طائفة معينة فعلا، وأن الضباط من طائفة أخرى قد أقصوا، أم أن هذا الكلام لم يكن موجودا؟ لم يكن هناك إقصاء في حقيقة الأمر. نعم، كان أعضاء القيادة كلهم من طائفة واحدة، وكان قادة الفيالق والفرق كلهم من طائفة معينة، ما عدا عدد لا يتجاوز أصابع اليد من الطائفة الأخرى. هل هذا مقصود كان أم؟ الحق أقول لك لم يكن مقصودا، إنما لم يكن لدى الطائفة الشيعية ذلك التوجه لولوج السلك العسكري كضباط. هذا أول. لم تتح الفرصة أم لم يكن هناك توجه؟ لم يكن هكذا توجه، وأيضا الفرص كانت محدودة، لأن القبول في الكلية العسكرية وسواها كان يقوم على أساس نوع من التوسط وصلات القربة إلى آخره، وهذا ما لم يكن يملكه الشيعة في ذلك الحين. أيضا كان هنالك شك من قبل كبار الضباط أنفسهم بزملائهم من الطائفة الأخرى. لماذا هذا؟ وكانوا يطوقون هؤلاء الضباط. هنالك كما يبدو نوع من المنافسة أو الشعور بالمنافسة عندما يأتي أشخاص من طائفة أخرى. هذا الشعور كان موجود ملموس؟ ملموس نعم، قد لا تجده أنت علنا، ولكنه موجود في حقيقة الأمر عندما يختلي هؤلاء مع بعضهم، عندما يتصرفون في الترقيات وفي التكريمات، عندما يتصرفون في أمور تعيين هذا الشخص أو ذاك. هل صحيح أن هناك شخص يعني لا يتعداه الضباط الشيعة؟ ليس هنالك من سقف أن عددا منهم وصل رتبة فريق، يعني عبد الواحد شنان كان فريق ووصل إلى منصب رئيس أركان الجيش، عبد الجبار الأسدي وصل إلى منصب نائب رئيس معاون رئيس أركان الجيش للتدريب على رشاش الشاد الإمارة، وصل إلى رتبة مدير التخطيط، وعبد الزهر كان قائدا فرقة قائد فرقة، وكثير غيرهم. فليس هنالك من سقف في الواقع، ولكن هنالك كان بعض الضباط للأسف الشديد وخصوصا كبار الضباط كان لديهم شعور طائفي بغير، وهذا قد تسلل لهم منذ بدايات تشكيل الجيش العراقي، يوم كانت تسيطر على أمور الجيش طائفة معينة، ويوم كان هنالك نوع من التقسيم، هذا للطائفة الفلانية المؤسسة وتلك للطائفة الأخرى. فلم يحظى أو لم تحظى الطائفة الشيعية بعدد من مهم من المراكز في السلم التنظيمي للقوات المسلحة، يعني الجيش العراقي ما عدا ضباط الصف المتطوعون، وكان عادة ضباط الصف لا يصلون إلى مرتبة عريف أو رئيس عرفاء أو رئيس عرفاء وحدة إلا متطوعا. يعني الجيش العراقي بلغ تعداد فرقه في الحرب العراقية الإيرانية 50 فرقة، من 60 فرقة، من بين 60 فرقة كم قائد فرقة كان شيعيا؟ يعني يعني معذرة لهذا السؤال، تجاوز عددهم الخمسة. معذرة لهذا السؤال، لكن لا هذا إحنا نتكلم الآن عن حقائق تاريخية بغض النظر عن رضايا أو رضايا. خمسة من أصل 60، يعني ما يقرب من هذا ولا يتجاوزه بأي حال. يعني هذا بتفسيرك الشخصي من خلال تغلغلك في الجيش كان مقصودا من صدام؟ لم يكن مقصودا، بدليل أنه لم يكن هنالك من هو مهيئ لأن يكون قائد فرقة من المراتب الأدنى. أصلا الشيعة كوجود قليل بين صفوف الضباط، ولا سيما بين ضباط الركن الرتب الكبيرة،
حدثت مشادات بينك وبين بعض القادة العسكريين، ومن بينهم كما أتذكر مشاجرات ومشادات كلامية بينك وبين ماهر عبد الرشيد، وقد تحدث مرة أمام الإعلاميين عنك بطريقة هو لم يكن راضيا يعني. ما حدث في واقع الأمر قضية تافهة تحولت إلى مشكلة. كان هنالك عدد من شاحنات الموز قد وصلت إلى لمعونة الجيش العراقي من الكويتيين، وكمدير للتوجيه السياسي شكلت لجنة وقامت بتوزيعها على الألوية وفتك عدادها، وهذا ما كنا بوسعه أن نفعله. يبدو كان الأخ ماهر متطلعا أن يكون كل الموز من حصة وحداته لهذا السبب أو ذاك، لهذا الغرض أو غيره، الله عليم بذات الصدور. فاتهمني بأنني تصرفت بالموز لمصلحتي، فما كان جنود مني جنود يقتلون في الجبهة وقائد فيلق. أنا سآتي على هذه القضية، ما كان مني إلا أن أكتب الإسناد أقول فيها بالنص أن عدد أفراد عائلتي 3، ولسنا من هواة الفواكه كلها، ولسنا من هواة الموز خصوصا. إن الرسالة كتبتها إلى ماهر نفسه، وأني لا أعجب أن الدماء تسيل. كنا نخوض الحرب على 3 محاور: محور الساحلي، محور الوسط، ومحور المحاذي لشط العرب، وينشغل بقضية الموز. وعممت نسخة من البرقية إلى كل الفيالق والفرق. هذه القضية انتشرت بين الجيش؟ انتشرت طبعا، لأنني أنا التي قمت بتعميمها، كما قام ماهر بتعميم برقية أخرى ربما سأتي على ذكرها بعد حين. المهم يبدو أن الموضوع وصل إلى الرئيس وإلى نائب القائد العام عدنان خير الله آنذاك رحمه الله، فشكلت لجنة تحقيقية على الموز، على الموز برئاسة عبد الرحمن الدوري مدير الأمن العام. كان مسؤول الحزب الفيلق الثالث وعضو المكتب العسكري، واتضح أنه الموز تم التصرف به على وفق السياقات الصحيحة وليس هنالك من مشكلة. ذات يوم كنت في مقر الفرقة 5، وجرى اتصال مع قائد الفرقة الذي كان يتفقد القطعات الأمامية، ففقد الاتصال به. ذهب ماهر يستجلي الأمر، عدت أنا إلى مقري، استلقيت على فراشي بملابسي وبحذائي حتى بالإذن من المشاهدين الكرام. ثم خطر على فكري أن هنالك قائد فرقة قد قطع الاتصال به، وقائد فيلق قد تبعه ولسنا ندري ما هي أين ذهب، فلماذا أنا جالس هنا؟ فنهضت من سريري وتوجهت إلى السيارة التي كانت تقف في باب البناية المبنى، فسقطت على الغرفة التي كنت أضطجع فيها قنبلة هاون وضعت السقف على السرير. كنت مستهدفا؟ كنت مستهدفا، والغريب يعني كنت أن الغرفة استثناء من البناية قد استهدفت، والأغرب من ذلك كله أن قذيفة الهاون قد وجدت طريقها، والغريب أنني أشك بأنها إيرانية، لأن المسافة بين المقر الذي كنت فيه وبين خط الدفاعات الإيرانية لم تكن تسمح بأن تصل إلي قنبلة هاون، قنبلة مدفع. كان يمكن أن تكون شهيد الموز. ربما كنت أكون شهيد الموز. طيب يعني جيش قادته يعني قائد فيلق أو قائد فرقة يستهدف مدير التوجيه السياسي والدولة في حالة حرب على قضية بهذه البساطة، كيف يمكن أن تقرأ هذا؟ أي هذه مشكلة الجيوش، أنه أحيانا في قمة الأزمة يجري التفكير بأمور أخرى ليست بتلك الأهمية، ولا يعيرها الناس أدنى اعتبار. فقضية موز ليكن،
قد سرق أو نهب أو غزل، هذا ليس من شأن القائد أساسا، ربما يسأل عنه المسؤول عن الميرة، المسؤول عن توجيه السياسي بالفيلق، المسؤول قبل أن تنسى وأنسى قلت أن ماهر قد عمم برقية، ماذا كان يعني؟ هذه طريفة من الطرائف الحقيقة. كان قائد الفيلق الثالث قبل ماهر سعد يطعم الجنوبي وزير الدفاع فيما بعد، الذي أصبح وزير الدفاع، ثم جاء بعده فريق ماهر. أحد الجنود المولع برسم الكاريكاتير رسم الفريق سعد الجبوري رسما كاريكاتوريا، ووراءه رسم كاريكاتوري أيضا يجري وراء يجري رسمه يجري ويجري خلفه ضابط ركنه، ويقف إلى الخلف شامخا ماهر بيده العصا، وكتب تحت الصورة كلمة جاهم 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 يعني ماهر جاهم. فكان ضابط التوجيه السياسي من قبل اطلاع القائد على شيء طريف، العميد مزعل هو صديق عزيز أطال الله مزعل حسين، مزعل حسين قدم الصورة إلى ماهر، فما كان من ماهر إلا أن عممها على جميع الفيحلق. لماذا عممها من باب تشخيصيا بسعد الطبول؟ يعني هذه الصراعات بين قادة بهذا الشكل كيف يمكن أن يستقيم؟ هي ليست، لا أستطيع الادعاء أن هنالك صراعات، بمعنى الصراعات كانت موجودة، هنالك تنافس نعم، هنالك مزايدات في الادعاء لأن كل قد أنجز واجبه أكثر أفضل من الآخر نعم، ولكن كصراعات ولكن ماهر اعتاد عليه الجميع أن يتصرف أحيانا هكذا. قبل أن أصل بعفوية. قبل أن أصل إلى الفاو يعني كان صدام حسين يغدق على الضباط وعلى القادة بشكل خاص بنحو غير مسبوق، بينما الجند العراقي الذي كان يقاتل في الجبهة وصل إلى حد أن تحول إلى شحاذ، جنود يستقلون السيارات يبسطون أيديهم طلبا لمال يذهبون به إلى وحداتهم. ألم تناقش هذه القضية في القيادة العامة؟ ألم يعلم صدام بأن الجنود يتضورون جوعا والضباط يعني يتبخترون لسياراتهم وبأموالهم ومزارعهم؟ هنالك نقطتان في هذا الصدد، الأولى أن الجنود داخل الوحدة لم يكونوا يتضورون جوعا، لا في عندما كان الأكل وفير عندما يأتوا إلى الهدن، وأما عوائلهم ربما، لأن أي عائلة عندما يجند المعيل لها أو قسم من أبنائها الذين يشكلون كانوا مصادر رزق للعائلة يجندون برواتب محدودة، فمن الطبيعي أن تعاني العائلة، وبالتالي الجندي خارج الوحدة من شرف العيش. في أحد اجتماعات القيادة العامة الذي حضره عدد من قادة الفيالق طرحت على الرئيس موضوع رواتب الجنود، كنت متأثرا الحقيقة برسالة تلقيتها من جندي بسيط كان يقول: سيدي مدير التوجيه السياسي، كنا في دورية فصادفتنا دورية للعدو الفارسي المجوس، نصا توجيهاتنا الإعلامية نصا أصلا يعني ها نصا رسالة نصا هكذا تقول، فصادفتنا دورية من العدو الفارس المجوس، جلسنا نتحدث دوريتان يتحدثون ويا دوريتنا، لأن الجنود وصلوا من الحالة أحيانا يجري تفاهم ضمني بينهم بين الإيراني، أخوي تعال اشتات إني ما لك أتلك، دخلينا نقعد شوي نسولف ندخن، وكل من يروح لهلا أنت قول كتلت منهم هالجد وأنا قول كتلت منهم هالجد وتنتهي المسألة، معنى أنه يعني عدم إيمان بالقضية كلها، بالقضية كلها، وأحيانا حتى المواضع الدفاعية اللي بيناتها أرض حرام كأنه هنالك اتفاق ضمني أنه من الساعة كذا إلى الساعة كذا الإيرانيون يتوقفون عن القصف والعراقيون يتوقفون عن القصف، ويخرج الجندي لينثر ملابسه أو يغسل ملابسه تحت شعاع الشمس أو ليتمشى بعد الجلوس في الموضع أو ليعمل أشياء، فهذه معروفة بين الجيوش يعني. نعود إلى
إلى الرسالة. فهل تقبل يا مدير التوجيهي؟ كان التوجيه السياسي كان الجندي يقول أن رواتب الجنود المجوس الفرس أكثر من رواتب الجنود العراقيين. قلت له والله ما أقبل. فطرحت الموضوع على الرئيس في هذا الاجتماع. شرحت له الرسالة؟ لم أشرح الرسالة، إنما تحدثت، وهذه قضية كانت في فكري الحقيقة، أن الجندي عليه نفقتان، نفقة كفرد هو ذهاب وإياب ومصروفات شخصية، نفقة العائلة، ونفقة العائلة. وأحيانا الجندي لا يستطيع أن يأكل مما نسميه القصعة يوميا، فيضطر إلى شراء علبة من الجبنة، علبة الزبدة، قد من الحليب إلى آخره من الحانوت العسكري، أدوات حلاقة يحتاج. فطرحت موضوع أن رواتب الجنود قليلة، جوبهت بثورة من قادة الفيالق عنيفة جدا، كيف الجندي مرفه والجندي راتبه جيد والجندي راتبه. كنت أتوقع الحقيقة من الرئيس، كيف تفسر ذلك؟ أن يقف إلى جانبي. هناك رغبة عند البعض عندما يحصلون على الكثير من الأشياء أن يستأثروا بهذه الأشياء لأنفسهم، وتلك مصيبة الحكام في العراق، أنه لا يكتفي بالثراء، لا يكتفي بالعيشة الرغيدة، لا يكتفي بالسعادة، إنما سعادته تصبح في أن الآخرين لا يتمتعون بها وهو الذي يتمتع بها. يعني تتلبسه الأنانية، تتلبسهم الأنانية. توقعت من الرئيس أن يقف إلى جانبي في هذا الموضوع، لكنه فاجأني بالقول أن راتبك عندما كنت موظفا صغيرا يختلف عن راتبك الآن، وكم جاهدت وكم كافحت حتى أصبحت تحصل على ما تحصل عليه الآن من راتب من مخصصات، فهل تريد من الجندي الذي قال على حد تعبيره بعد بحلقة اللبن ياخذ راتب بجدك؟ أنا ما ردت الجندي ياخذ راتب جدي، على الأقل أنا عندي 25 سنة خدمة وموظف كبير واعتبر في ذلك الحين، ولكن أردت أن نسد عن الجندي، ندفع عنه غائلة الجوع والحرمان. وهذا ذكرها في التلفزيون، قال لي مرة هو قال لنا ذكرها، ذكرت في التلفزيون أنه ذكر لي مدير التوجيه السياسي أنه طالب برفع رواتب الجنود، فقلت له كذا وكذا، وكان يعني الحقيقة عموم شرائح المجتمع. نحن في العراق وصلنا حدا أن التضخم وارتفاع الأسعار قد وصل حد أن الأجور التي يتقاضاها العاملون في الدولة على وجه الخصوص لم تعد مجزية بأي شكل من الأشكال، ولكن مما يؤسف له أن شخص هو بمنصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مثل عزة الدوري يعلن في مؤتمر حزبي الآن الموظف مرفه لأنه يتقاضى 5000 دينار وكان راتبه 40 دينارا فقط، وبال5000 دينار يستطيع أن يخيط لنفسه بدلتين، وكأنه لا يعرف كم يكلف سعر البدلة في العراق العام. هذه عندما يشعر الإنسان بالتخمة وينسى أن الناس من حوله جياع مصيبة، فإن كان يدري فمصيبة وإن كان لا يدري. وهذه نصيحة مجانية لمن يسوسون الأمور الآن، عندما يتوفر لكم ما تحتاجونه لا تظنوا أن الآخرين يتوفر لهم هذا الاحتياج، ولكنكم كلكم كنتم مترفين في ذلك الوقت سراج جبار، أعضاء القيادة العامة كلكم يعني كنا حتى ماذا؟ مترفين، وكان يغدق عليكم صدام الكثير يعني. كثير من الناس كانوا مترفين، والكثير منهم كانوا لأقول لا يعانون من حاجة، حاجاتهم ميسرة ورواتبهم ومخصصاتهم مجزية، وأنا من الشريحة الثانية لم أكن أعيش حياة الرفاهية، إنما علقت حالي مثل ما يقولون، لكنه لم أكن محتاجا هذا. لكنني في التوجيه السياسي قيل إنك قد يعني سلمك الرئيس 5 أو 6 سيارات في ذلك الوقت. أي 5 أو 6 سيارات كنت أبيعها
على الفور ولم أستمتع بواحدة منها وأصرف منها على عائلتي وعلى الناس. والمكرمات الأخرى؟ وما هي المكرمات الأخرى؟ في الإعلام لم أحصل على ما حصل أكثر مما حصل عليه أي كاتب أو أي صحفي أو أي أديب آخر يشارك معنا في العملية الإعلامية. ولكن أستاذ عبد الجبار، صدام حسين كان يغدق على القيادة العامة وعلى الضباط الكبار بالسيارات والمكرمات، وحتى أنت بينهم. أنا معلوماتي أنت استلمت أكثر من 6 سيارات للتوجيه السياسي. يبدو أن لدى قناتكم جهاز استخبارات جيد. لا هاي معروفة يعني. أو ربما تسلل هذا من حسد الحساد ليكن. تسلمت عدد من السيارات وكنت أبيعها على الفور، ولم أستخدم واحدة منها بالمرة، ذلك لأنني كنت بحاجة إلى المال لأقيت عائلتي ولأساعد بعض الناس الذين يستحقون المساعدة من أقاربي. وكنت تكتب بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة، لنا وقفة مع هذه البيانات ومع الأرقام التي ترد فيها والمعلومات من حيث خسائر الإيرانيين وخسائر العراقيين، ولنا وقفة أيضا مع معركة الفاو التي احتل فيها الإيرانيون مدينة الفاو وما لحقها وترتب عليها، ولكن في جزء آخر من هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، حوارنا متواصل مع الأستاذ عبد الجبار محسن، ولكن بعد وقفة قصيرة. عودة إلى جبهات القتال وإلى حرب الثمان سنوات وإلى البيانات العسكرية التي كان الأستاذ عبد الجبار محسن يكتبها باعتباره ناطقا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، وما كانت تتضمنه هذه البيانات من أرقام الخسائر العسكرية العراقية والإيرانية ومدى واقعية ودقة هذه الأرقام وما ترتب على الحرب من نتائج. مرحبا بك أستاذ عبد الجبار. كنت تكتب البيانات العسكرية باللغة التعبوية المعروفة وكنت تضمنها بعض الأرقام، هل تعتقد أن الأرقام كانت حقيقية؟ يعني أرقام الخسائر، الإيرانيون بياناتها تقول قتل منهم كذا 510 يعني شهداء عراقيين، ما الذي جرى يعني؟ من أكبر الخطايا التي يرتكبها الإنسان عندما يكون مخطئا ولا يقول أنني أخطأت، أو عندما يرتكب خطيئة ولا يطلب الغفران. بالنسبة للأرقام التي كانت تذكر في البيانات، كانت تأتي بمواقف رسمية من الفيالق، ولن يكتب شيء في البيان العسكري خارج ما يرد من مواقف رسمية من قادة الفيالق. وهل كان قادة الفيالق دقيقين؟ بالنسبة لخسائرنا فهي معروفة، لأن هنالك عدد من المفقودين أو الشهداء. بالنسبة للجانب الآخر، لن يستطيع أحد أن يقرر ما إذا كان العدد القتلى هو 10 على وجه التحديد أو 15 أو أكثر أو أقل، إلا إذا شهدت أجداد هؤلاء أمامه ورآها مرأة العين. وهل كانوا يرونها؟ أما أن تضرب طائرة موقعا ما وتحدث فيه خسائر ويقول أحد الأشخاص أن خسائر العدو كانت كذا وكذا، أو أن يحدث قصف بالمدفعية أو حتى بالأسلحة المتوسطة عبر الأرض الحرام ويقول أن عدد الخسائر العدو هو بهذا المقدار على وجه التحديد، فما من أحد يستطيع أن يقرر ذلك، إن هو إلا رجم بالغيب أو تقدير ليس إلا. لكن القادة العسكريين العسكريين كانوا عندما يلحظون ان هنالك 5 اشخاص في موضع ما
ويقصفون هذا الموضع ولا يجدون فيه حركة، يفترضون أن الخمسة قد أبيدوا. كذلك عندما يتقدم إلى الأرض الحرام عدد من الأشخاص ولا لنقل ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل ولا يجدون حركة بعد هذا، يقولون أنه تم قتل كذا من أفراد العدو. أما الأرقام التي تبنى على جدث الطرف الآخر، على حساب أجداث الطرف الآخر التي تركت في أرض المعركة، فهي بالتأكيد أرقام يقينية أو حقيقية. كان القادة يتبارون في عدد في المبالغة بعدد. حدث هذا، ولعل أكبر مباراة حدثت بين الفريق ماهر والفريق طالع. يومها كانت معركة في قاطع الشلامشة، وشارك فيها الفيلق السابع والفيلق الثالث. كان عدد القتلى كما رواه طالع الدوري 40,000 في قاطعه. وقال حسبتهم بيدي خوذة خوذة. أنا قلت له هجم بيتكم قبل من لك وقت حتى تحسبه. سمع بذلك بهذه الطريقة وتلك ماها. يومها أنا كنت في بغداد بصحبة رئيس أركان الجيش في غرفة العمليات. قال إن عدد القتلى أمامي 50,000 ماهر. سمع طالع إن ماهر قد زايد عليه فرفع الرقم إلى 60,000. تذكرت حكاية ذلك الملة، قال فبرز له 70,000 فقتل منهم 80,000. قال له شلون صارت شيخنا؟ قال مطلوب الكم عشرة على قراية الجاية. طيب هنا نتوقف. سألت رئيس أركان الجيش ماذا أفعل بصدد هذه الأرقام؟ قال الرجل وهو عسكري محترف للأمانة فريق جواد ذنون، ليكتب ذلك لك بتقرير رسمي. جاءت التقارير الرسمية عبر أجهزة الفاكس. كانت الساعة 8:05، كان مقداد رحمة الله عليه مقداد مراد المذيع نعم ينتظر البيان العسكري لكي يقرأه ويحركه قبل إذاعته. دفعت البيان إلى الإذاعة. أثناء ما كان مذيع يقرأ البيان، يبدو أن الرئيس وهو في السعودية، كان خارج العراق، قد علم بما جرى بهذه الطريقة وتلك، فقال يعني خمودعة البيان رئيس أركان الجيش على الهواء رفيق عبد الجبار دفع به. الرئيس انزعج، يعني يظل عبد الجبار مستعجل ونزعج من كثير. بعد هذا عرف أنه أنا لا ناقص لي ولا جمل في الموضوع، فأجدل على القضية ستار على القضية، ولكن أنبوا بهذه الطريقة وتلك، لأن الموضوع هي ليست مزايدة بين الفرقاء، إنما هي تقديم الحقائق للناس. كانت البيانات تعد بعد أن نعرف نتيجة المعركة، وكنا نجابه في هذا مشكلة، لأن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار بيان عسكري هو الناطق العسكري في العراق. يعني لا يجوز للإذاعة العراقية أن تذيع أي شيء دون أن يأتيها من الناطق، دون أن يأتيها. في إيران الأمر معكوس، أنه بإمكان وكالة الأنباء، مندوب وكالة الأنباء العراقية أن يتحدث، مندوب الإذاعة، مندوب التلفزيون، المسؤول المدني الفلاني، المسؤول يعني الآخر. هناك مساحة حرية أكبر. ليست مساحة حرية، إنما هنالك عدم تحديد للمسؤولية لنقل. والمشكلة كانت أنه قبل أن يهدأ غبار المعركة كان الإيرانيين يقولون لقد قمنا باحتلال كذا كيلومتر من الأراضي العراقية. هم يبالغون في الكيلومترات ونحن نبالغ في عدد القتلى، وكلها مبالغات. فلو أخذت أرقامنا لكانت إيران قد فنيت، ولو أخذت أرقام الإيرانيين لكان احتلال الأراضي لكانوا على ضفاف المتوسط،
إذن هناك معركة مهمة حدثت عام 86 بالمناسبة. نعم. الكذب أحيانا أحد الوسائل المشروعة في الإعلام على طريقة غوبلز يعني. هناك معركة حدثت عام 86 وهي معركة فاو التي أحدثت انعطافا حقيقيا في الحرب. نعم. يعني هل كان الجيش العراقي أو القيادة العسكرية العراقية تتوقع احتلال الفاو بهذه الطريقة وبهذه السهولة؟ في العام 85 في تشرين الأول على ما أذكر عقد اجتماع في مزرعة الرئيس وتحت خيمة بدوية سمي اجتماع الخيمة. كان قد طرح في الاجتماع توقعات القادة العسكريين للهدف الذي يمكن أن يتوخاه الإيرانيون في المرحلة القادمة. كان مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمود شكر شاهين قد عرض على الحضور أن الإيرانيين يهيئون مصاطب للدبابات وللمدفعية في الجانب الشرقي من شط العرب مواجهة منطقة الفاو وجسر المعابر إلى آخره، وأيضا يهيئون نهر الكارون لاستيعاب عدد أكبر من الزوار. الغريب أنني وأنا المدني كنت الوحيد الذي خمن وقال هذا في الاجتماع بأن الإيرانيين يمكن أن يعبروا شط العرب وعلى طريقة ما فعل ديلامين في الحرب العالمية الأولى جنرال الإنجليزي ديلامين عندما أسكت بطاريتي المدفعية العثمانيتين وقطع خط الهاتف الوحيد وكان أنا ذلك وايرات لا موبايل ولا وتقدم باتجاه البصرة ولم يتوقف إلا عند الشايبة في المعركة المعروفة. كنت أتساءل ماذا لو اندفع الإيرانيون إلى الشرق من شط العرب وإلى الغرب من شط العرب ثم تقدموا شمالا باتجاه البصرة. كان الوحيد الذي أيدني في هذا التوقع هو الفريق عدنان خير الله نائب القائد العام ووزير الدفاع. نسي موضوع الاجتماع. في العام 86 وفي بداياته وردت معلومات عن طريق الملحقين العسكريين الأمريكي أو من يمثله والبريطاني والروسي حتى والفرنسي بأن الإيرانيين يعدون لهجوم في منطقة فور الحويس وهجوم كبير كاسب. هذه المعلومات لمن سربت؟ سربت قيلت مو سربت لمدير الاستخبارات العسكرية وأخذت كأنها يقين. فجرت حملة شعبية بقيادة عزة الدوري لتحضير ساحات رمي وتنظيف المنطقة ولحفر خنادق، وحشدت أكبر قوة من الجيش العراقي ومن قوات الحرس في تلك المنطقة، وحتى قائد الفيلق السابع اللواء شوكة عطل أمر بالالتحاق بالفيلق السادس ليكون رديفا لقائد الفيلق السادس. تركت منطقة شرق شط العرب بحراسة فرقتين فقط وهي المنطقة الممتدة من المستشفى التعليمي في العشار وحتى رأس البيشة عند التقاء شط العرب بمياه الخليج. لم يسأل أحد إذا كان الإيرانيون في معركتين سابقتين ضروستين قد تمكنوا فعلا من عبور فور الحويسة ووصلوا إلى الطريق العام بين العمارة والبصرة وسيطروا عليه في منطقة العزير، ومع ذلك لم يستطيعوا البقاء وواجهوا مشكلة في إمداد قطعاتهم وحتى في إخلاء جرحاهم، فكيف يقومون بمثل هذه المغامرة في حين أن في ذلك الوقت الذي تمكن الإيرانيون فيه من الوصول ومن ثم الإخفاق لم يكن لدى العراقيين أكثر من فرقتين مهلتين إحداهم احتياط والأخرى في قيد التشكيل، واضطرت القوات العراقية أن بعد احتلال طريق البصرة أن تتقدم على طريق الغراف حتى الكوت ومن ثم النزول إلى ميسان فهر الحويجة. كيف يمكن للمخطط الإيراني أن يستهدف مرة أخرى هور الحويجة
وقد أعد العراقيون فيها ما أعدوه من قوة. لم يفكر أحد بها. هذه التساؤلات لماذا لم يؤخذ بها؟ هل هو قصور في الرؤية العراقية؟ لم يطرح هذا التساؤل أساسا. وأروي لك حادثة. تقدم الإيرانيون في الساعة 9، كنت في غرفة العمليات، ورد خبر أن الإيرانيين قد هاجموا أحد الأفواج في قوات المقداد الفرقة داعش في منطقة الشلامسة، واستطاع الحصول على موقع قدم في سريتين. بعد حوالي نصف ساعة ورد خبر آخر أن الإيرانيين قد عبروا شط العرب. في صباح اليوم التالي حقق الإيرانيون موقع قدم في منطقة الفاو وفي جسر المعامر وفي واحتلوا جزيرة أم الرصاص والجزيرة الصغيرة التي تفصلها عن البر السموها البياب، جزيرة الشبابي أو شيء من هذا النوع. ومن ثم اندفعوا نحو المملحة، وكان هدف العراقيين الحقيقة ثمين لو نجحوا في تحقيقه، لو وصلوا إلى الطريق الاستراتيجي الذي يربط الكويت بالعراق والسيطرة على آبار النفط في حقول الرميلف، ومن ثم تغيير ناصية الهجوم نحو الشمال باتجاه البصرة، وعزل القوات العراقية إلى الجنوب من خط الاختراق. لكن هذا لم يتحقق الحقيقة، لأنهم أوقفوا عند حدود المملحة. هذه الخدعة التي شربها الملحقون العسكريون الروسي والأمريكي والبريطاني. لا، دعني أقول لك شيئا. في هذا الوقت حضر في اليوم التالي كان الرئيس في غرفة العمليات، وكنت معه بمفردنا. اتصل به فاضل البراك مدير المخابرات آنذاك، وقال له أنه حصل على معلومات بأن هجوم الإيرانيين على منطقة الفاو هو هجوم ترتيب للمخادعة وليس الهجوم الرئيس. فما كان من الرئيس إلا أن احتد وغضب عليه وقال أن من أوصل إليك هذا الخبر هو خائن، هذا هو هجوم الإيرانيين الرئيس. واتصل برئيس أركان الجيش وقال له هذا هو الهجوم الرئيس، فماذا تنتظرون؟ حصل الإيرانيون على موقع قدم إذن بقيادة بارق الحاج حنطة. تمكن العراقيون من إخراج الإيرانيين من جزيرة أم الرصاص الذي أعدم لاحقا بتهمة التآمر أو محاولة القيام بانقلاب. وبقيت المملحة في أيدي الإيرانيين وجزيرة منطقة الفاو ورصيف أم المعامر. وجرت المعركة لاسترداد، حيث قسمت العراقية إلى ثلاثة أقسام أو على ثلاثة محاور. بصرف النظر عن المحاور والتفاصيل العسكرية، أردنا أن نتوقف عند الخدعة التي قد يعني ماذا أراد الأمريكان والروس والبريطانيون من هذه الخدعة؟ لماذا أرادوا أن يضللوا العراقيين؟ أرادوا أولا أن يضعفوا العراق، أن يطيلوا في أمد الحرب أكثر. ألم يكن هناك من 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 وربما، وهذا تقدير الشخصي، لأن هذه العملية رافقتها عملية الفضيحة المعروفة بتزويد إيران بأسلحة مقاومة الدبابات خصوصا، وقطع غيارات للطائرات الأمريكية التي كانت في حوزتها من زمن الشاه، اللي أعلنت إيران كونترا، سميت فضيحة كونترا في وقتها إيران كونترا. فهذه القضية كانت نوع من المخادعة والإصرار يبدو من الغربيين ومن الروس ربما عن حسن نية من السوفيت آنذاك، أدت إلى تمكن الإيرانيين من احتلال منطقة الفاو. ما هو تأثير احتلال الفاو على مسار الحرب؟ الفاو جعلت الجيش العراقي مقيد الحركة، بحيث أن المناورة بالقطاعات لقواطع أخرى عندما تتعرض
أي مناطق في الوسط في الشمال تكون محدودة، لأن كان على العراق أن يثبت عدد كبير من القوات في تلك المنطقة. حصلت حرب، محاولات لاستعادة هذه القوات، لاستعادة المملحة ومنطقة الفاو، ولكن كلها باءت بالفشل. ذات يوم كنا في منطقة البرجسية، الرئيس صدام حسين وعدنان خير الله وأنا. التفت الرئيس إلى عدنان خير الله قائلا أن الجيش العراقي يستنزف ويقصد ولا يبيدون الجيش العراقي، يقصد القادة، فخلي يتوقفون عن الهجوم ويقومون بترصين مواضعهم وإحنا نستنزف العدو بدل ما يستنزفنا العدو. وهذا ما حصل، حصنت المواقع العراقية وتم إبقاء الإيرانيين حيثهم مكتفين بالمملحة وجزيرة الفاو. هل تعد الفاو هي أكبر معركة في الحرب العراقية الإيرانية تقريبا؟ بالضبط هي أكبر معركة في الحصول عليها وفي الخسائر وفي استعادتها. كم كانت خسائر العراق؟ هل هي كما أعلنت 50,000؟ ربما أكثر. في المرتين، في الصفحتين. أيه في الصفحتين. الصفحة استعادة الفاو كانت أقل خسائر بكثير. من صفحة لم تكن تتجاوز المئات. ولكن الاستنزاف الحقيقي كان في معركتين للعراق. في معركة الفاو ولا سيما في محاولات استردادها الأولى. قضية المحاور وفي معركة الحصاد الأكبر اللي صارت بهر الحويزة، لا التي حدثت في منطقة الشلامشة عندما حاول الإيرانيون الاندفاع من الشلامشة باتجاه كنومة. مجمل خسائر الحرب العراقية الإيرانية كما طلعت عليها باعتبارك الناطق العسكري، كم كان عدد الذين قضوا في الحرب من الضباط والجنود؟ ليس هنالك من أرقام رسمية، ولكني حصلت على رقم أنه جرى تكليف لجنة بكتابة أسماء شهداء العراق من الضباط والجنود على جدران نصب الشهيد. كان العدد المقدم كان معي الفنان عبد الفتاح الترك على ما أذكر، كان العدد المقدم من الجنود 135,000. هذا الرقم ألا تعتقد متواضع؟ ومن الضباط 15,000. متواضع ربما يصل، لأنه فقط 50,000، كيف على مدى 8 سنوات 135,000؟ احنا العنصر الاساس في الخسائر هو المعارك الكبرى اللي هي محدودة لا تتجاوز 10 أو 15 معركة. اما المعارك الاخرى يومية قتيلين 3-5 على مدى 8 سنوات، على مدى 8 سنوات لنفترض يعني انه، وهل هذا الرقم الذي جاءه الثمان سنوات خلي تكون كم 2400 يوم تقريبا، 3000 يوم خلينا نقول، أبو يومية 10 هاي 30,000، لنقل 50,000 يعني، ما هكذا. بس أنا لا أدعي أن هذا الرقم هو نهاية المطاف، لكن بالمقابل أيضا كان هنالك عدد كبير من الجرحى والمعوقين، والذين عادة عندما تحسب عدد القتلى في أي معركة يجب بالضرورة أو في أكثر الاحتمالات أن يكون عدد الجرحى 2 أو 3. هذا جانب. جانب الآخر عدد الأسرى تجاوز 100,000. كان أسرى العراق أكثر من أسرى إيران، أكثر من أسرى إيران، وكم الرئيس في الأسرى العراقيين كان في معركة المحمرة 83 دسبول أول مرة ثم المحمرة ذهب 60,000 أسير. هل تعتقد أن الخراب بدأ من الحرب العراقية الإيرانية أو هي بداية الخراب؟ كل حرب هي خراب،
خراب العراق بهذا الشيء. نعم نعم، لأن استنزفت كل موارد العراق. نحن نتحدث عن تصدينا للعدو بقصف المدفعي، أو قامت طائراتنا بقصف كذا وكذا، أو كبدنا العدو خسائر كذا وكذا، ولكن بماذا؟ لكل رصاصة ثمن، ولكل قذيفة ثمن، وإثمان ومبالغ للصواريخ والأسلحة وصيانتها والعتاد وتمويل الجيش يعجز عن ذكرها الخيال. هذه أي حرب الآن تخاف حتى لأيام معدودة تكلف مبالغ طائلة. الآن كم يخصص للقوات الأمريكية، كم خصص للقوات الأمريكية منذ احتلال العراق حتى اليوم، وهي فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مليارات الدولارات. الأموال حسب دخل العراق وهو يملك احتياطي يتجاوز 80 مليار دولار، عملة صعب، عملة كاش عدد ذهب، وخرج من الحرب وهو مدين بالمبالغ التي تعرفون. مدين، هل كانت في نهاية الحلقة من خلال وجودكم في القيادة العامة للقوات المسلحة، هل كانت المبالغ التي تدفع للحرب كانت ديون أم أنها هبات؟ بعضها ديون، ولكن من بعض أقطار الخليج العربي كانت هبات، ومن الكويت تحديدا، ومن الكويت كانت هبات، ومن السعودية كانت هبات. لكن المرء يستغرب أنهم بعد أن وضعت الحرب أزارها، لا بعد أن احتلت الكويت وجرى ما جرى من حصار وطلب العراق بدفع تعويضات احتسبت هذه ديون، مع أنها للأمانة صرفت لحمايتهم، وصرف ما هو أغلى منها الذي هو الدم العراقي، مدرار دائما. أستاذ عبد الجبار، أنهينا صفحة الحرب العراقية الإيرانية وأمامنا صفحات أخرى سنكملها في حلقات أخرى قادمة. مشاهدينا الكرام، حديثنا ما زال متواصلا مع الأستاذ عبد الجبار محسن، لكن سنكمله في حلقات أخرى. شكرا لكم.